اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين الرحمن <الرحيم> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وقال المصلح الموعود رضي الله عنه ذات مره ان هناك شيئين تطهيرهما ضروري جدا للانسان احدهما التفكير وثانيهما العواطف اللطيفه اي عواطف الحسنه وعواطف الانسان العميقه اي حاسه اي حاسه العواطف الدائمه ليس المراد منها العواطف المؤقته الناتجه عن طهاره القلوب بشكل مؤقت ويعني ذلك أن العواطف الدائمة والطاهرة والطيبة إنما تتولد حين يتطهر القلب كاملا، وأما تطهير الأفكار، أي بقاء البال والتفكير والتأمل طاهرة على الدوام، إنما يتأتى بتطهير الدماغ، وهو يسمى في العربية التنوير. والتنوير هو ان ينشا في داخل الانسان نور بحيث ينشا فيه دوما تفكير صحيح وليس التنوير ان ينشا المرء افكارا طاهره بالاجتهاد بل هو نشوء موهبه بحيث تتولد افكار صحيحه دوما ولا تنشأ أفكار سيئة أبدا، ومن البدهي أن هذه الأشياء لا تتولد إلا بالسعي الدؤوب وبفضل الله تعالى على كل يقول المصلح محمد رضي الله عنه عن هذا الموضوع إنني بنفسي سمعت ذلك من المسيح عليه السلام ففي بعض الأحيان عندما كان يسأل عن أي قضية فقهية وحيث إن هذه المسائل يحفظها من يظلون منشغلين بها فكان عليه السلام يقول: اذهبوا إلى المولوي نور الدين واسألوه، أو اسألوا المولوي عبد الكريم أو المولوي سيد أحسن، أو أحد العلماء الآخرين، وفي بعض الأحيان عندما كان يرى، عندما كان عليه السلام يرى أن الأمر متعلق بحل قضية، يجب عليه بصفته مامورا من الله ان يرشد العالم فيها فكان يجيب بنفسه ولكن عندما لم يكن الموضوع متعلقا بمصطلحات جديده فكان يقول اسالوا فلانا من العلماء ولو كان ذلك العالم جالسا في مجلسه فكان يساله كيف تكون هذه القضيه ولكن كان يحدث في بعض الاحيان انه عليه السلام مع قوله بان اسالوا فلانا كان يقول ان فطرتي تقول بان الامر يجب ان يكون هكذا ثم كان يقول اننا جربنا اننا لو لم نعلم بقضيه فالذي يخطر ببالنا فطريا يثبت ذاته من الحديث والسنه فيما بعد. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: هذا هو الشيء الذي يسمى التنوير، وهو ان ما يخطر ببال الانسان يكون صحيحا. كما يكون المراد من الصحه احيانا ان يقول الانسان انني سليم في هذا الوقت، فهذا ايضا نوع من الصحه وهناك نوع اخر وهو ان يبقى المرء سليما في المستقبل ايضا على ذلك فالتنوير هو صحه التفكير التي بنتيجتها كل ما يخطر بالبال من خواطر تكون صحيحه يقول رضي الله عنه التنوير ضروري للرقي الروحي وكذلك لا بد من وجود التقوى والطهارة للرقي الروحي والحقيقة أن ما يعني التنوير بالنسبة للدماغ هو, هو نفسه يراد بالتقوى بالنسبة للقلب إن الناس يحسبون الحسنة والتقوى شيئا واحدا ولكن الحقيقة أن الحسنة هو ما قد فعلنا أو ننوي فعله. أو ننوي فعله. أما التقوى فهي أن كل ما يتولد في الإنسان من عواطف يكون صالحًا. فكما ذكرنا أن التفكير أو التأمل الذي يتعلق بالدماغ هو التنوير. وثبات عواطف الخير والحسنة هو التقوى. وهي تتعلق بالقلب. وعندما ينال الإنسان تنوير التفكير وتقوى القلب يحفظ من هجوم السيئة، حينها يكون الإنسان محفوظا تحت ظل فضل الله تعالى، كما كما قال المصلح الموعود رضي الله عنه أن المسيح الموعود عليه السلام كان يرسل بعض السائلين إلى علماء الجماعة للسؤال عن الأمور العادية، ولكن هناك كثير من الأسئلة التي كانت صغيرة في الظاهر، ولكنه عليه السلام كان يقوم بإصلاح العلماء أيضا فيها، مثلا في قضية قصر الصلاة أثناء السفر. قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ردا على هذا السؤال عن السفر الذي تقصر به الصلاة: إن مذهبي هو أنه يجب ألا يوقع الإنسان يوقع الإنسان نفسه في الصعوبات وليعمل بمسائل السفر الذي يعد سفرا في العرف في العرف وإن كان فرسخين أو ثلاثة، إنما الأعمال بالنيات، وفي وفي بعض الأحيان نتمشى مع الإخوة إلى ميلين أو ثلاثة، ولا يخطر ببال أحد بأننا مسافرون، ولكن عندما ينطلق الإنسان بنية السفر حاملاً حقائبه يكون مسافراً. الشريعة ليست مبنية على العسر، فالذي ترونه سفرًا بحسب الأعراف عدوه سفرًا، يتضح الأمر من هذا القول أن السفر هو الخروج بنية السفر، في الأيام الماضية ذهبت لافتتاح جامع في ليستر وقبل العوده صليت هناك صلاه العشاء كامله فنشا عند البعض سؤال لماذا لم اقصر فكان في ذهني انذاك قول المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام هذا انه لما تسافرون حاملين حقيبتكم بنيه السفر فيعد ذلك سفرا ولكن هذا لم يكن سفرا من هذا النوع لذلك لم اقصر الصلاه ثم يجب ان تضعوا امام اعينكم قول انما الاعمال بالنيات فلو كان ذلك امام الانسان فلا يحمل على نفسه مشاكل كما لا يتحرى عن التسهيلات اكثر من اللازم بل يكون قصده العمل باحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام موضحا هذه النكته اكثر. يجب ان تفحصوا نيتكم جيدا. يجب مراعاة التقوى جيدا في مثل هذه الامور. اذا كان احد يسافر كل يوم لشغله العادي فهذا ليس سفرا. بل السفر هو الذي يختاره الانسان بوجه خاص ويغادر بيته لهذا الغرض فقط وكان يعد ذلك سفرا في العرف ترون انني اخرج للتنزه مثلا بقدر ميلين كل يوم ولكن هذا ليس سفرا ففي مثل هذه المناسبات يجب الاهتمام بما يطمئن به القلب فإذا أفتى القلب أنه سفر بغير أن يحيك فيه شيء فهو سفر ولتقصر فيه الصلاة يجب العمل باستفت قلبك إن إن طمأنينة قلب المؤمن بحسن النية هو الأفضل وإن إن طمأنينة قلب المؤمن بحسن النية هو الأفضل وإن كانت هناك ألف فتوى إذا فيجب العمل بالنية واستفتاء القلب في بعض المناسبات ولا بد أن تكون النية صالحة ويستفتي القلب بنية صالحة ويستفتى القلب بنية صالحة طرح سؤال عن قصر الصلاة أي طرح هذا السؤال على المسيح الموعود عليه السلام ولا يزال بعض الناس يطرحونه أن بعض الناس يظنون أنه لا قصر للصلاة في المركز عندما يذهبون إلى قديان أو رب أو عندما يأتون هنا فقال حضرته عليه السلام من يأتي إلى هنا لثلاثة أيام يجوز له القصر أرى أنه إذا كان السفر عن عزم فيجوز القصر فيه وإن كان إلى ثلاثة أو أربعة فراسخ. أما إذا كان الإمام مقيما، فلا بد من الصلاة الكاملة وراءه. فحيثما تذهبون سواء كان المركز أو مرا أو مكان آخر، إذا كان الإمام محليا ومقيما، فسيصلي الصلاة كاملة. والمسافر أيضا يصلي وراءه صلاة كاملة. قال عليه السلام جوله المسؤولين لا يمكن ان تكون سفرا ان مثلها كمثل شخص يتنزه في حديقته ولا قصر دون مبرر على اي حال كيف كان المسيح الموعود عليه السلام يصلح صحابته في بعض القضايا. يقول السيد قاضي امير حسين رضي الله عنه عن هذا الموضوع: كنت اعتقد في اول الامر ان قصر الصلاه في السفر لا يجوز في الحالات العاديه بل هو يجوز في حاله الحرب خوفا من الفتنه. وكنت اجادل كثيرا مع الخليفه الاول رضي الله عنه في هذا الموضوع. يقول السيد قاضي عندما كانت هناك قضيه مرفوعه ضد المسيح الموعود عليه السلام في كورتاسبور ذهبت انا ايضا الى هناك مره كان المولوي نور الدين رضي الله عنه والمولوي عبد الكريم رضي الله عنه ايضا موجودين هناك ولكن عندما حان وقت الظهر قال لي المسيح الموعود عليه السلام صل بنا انت اي قال للسيد قاضي ويقول عقدت عزما صميما في قلبي أنني وجدت اليوم فرصة فلن أقصر الصلاة بل سأصليها كاملة وستنحل هذه القضية اليوم عندما أنهي الصلاة سيفتي المسيح الموعود السلام بنفسه يقول السيد القاضي ما إن كنت رفعت يدي بعد عقد هذا العزم أي رفع يديه للتكبير بهذه النية أنه لن يقصر الصلاة تقدم فورا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي كان واقفا خلفي في الجانب الأيمن وقال في أذني أولا تصلي ركعتين فقلت بلى يا سيدي سأصلي ركعتين يقول السيد قاضي منذ ذلك الحين انحلت قضيتنا وتخليت عن رأيي هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينهون خلافاتهم على الفور برحابة الصدر. أود أن أخبركم ضمنيا أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد تناول هذه المسائل الفقهية في مناسبات مختلفة. فلا يصح الظن أنه كان يحول كل مسألة إلى العلماء فقط كلا بل كان يجيب عن الاسئله شخصيا ايضا. كانت لقد جمعت نظاره الاشاعه في ربوه جميع هذه المسائل الفقهيه التي بينها المسيح الموعود عليه السلام في كتاب وقد طبع هنا باسم فقه المسيح حيث بذل جهودا كبيره بعض العلماء بمن فيهم أساتذة الفقه في الجامعة الأحمدية والطلاب والطلاب أيضا يجب أن يشتري أبناء الجماعة هذا الكتاب للإطلاع على شتى المسائل فهو يضم هذه المسائل الكثيرة جزى الله جميع الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل فدونوا كل هذه الأمور في كتاب بأسلوب جذاب على كل حال سأتناولها أنا أيضا بين حين وآخر إذا تسنت لي الفرصة عندما تجمع العصر مع صلاة الجمعة فيجب أداء السنة قبل صلاة الجمعة يقول المصلح الموعود رضي الله عنه في, في هذه المسألة انطلاقا مما بينه المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة طرح علي سؤال حيث كان حضرتهم مسافرا الى هناك لقد حصل اختلاف في الاخوه عن عند صلاه الجمعه حول السنه قبل الجمعه اذا جمعت العصر معها وقالوا ان المسيح المعوض قد افتى بانه حين تجمع الصلوات تعفى عن ركعات السنه قبل الصلاه وبين الصلاتين وبعدهما ولا شك ان العصر حين تجمع بين تجمع مع الظهر فيعفى عن السنه قبل الظهر وبعدها ولكن واذا جمعت العشاء مع المغرب فيعفى عن السنه بعد المغرب والعشاء. اما الاختلاف فهو ان احد الاحمديين قال انه كان في سفر معي اي مع حضره المسلم فصليت الجمعه والعصر جمعا. واديت السنه قبل الجمعه ايضا فما السبب؟ فاقول كلا الامرين صحيح. إذ يعفى عن السنة في حالة جمع الصلاتين، والصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي السنة قبل الجمعة، فأديت تلك السنة في السفر عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأبي، وسبب ذلك أن النوافل التي تؤدى قبل الجمعة تختلف عن السنة التي قبل الظهر. وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه اكراما وتعظيما للجمعه ففي السفر يجوز اداء الجمعه وتركها ايضا اي اذا كان الانسان على سفر يمكن ان يصلي الجمعه ويمكن ان يتركها ايضا وهذا لا يعني ان يترك الصلاه مطلقا بل المراد أنه يمكن أن يترك الجمعة ويصلي الظهر فقط يقول حضرته لقد شاهدت سيدنا المسيح الموعود عليه السلام يصلي الجمعة في سفر ويتركها أحيانا أيضا ذات مرة كان حضرته في غورتاسبور لمتابعة قضية ما وكان عنده أعمال جمع فقال لن نصلي اليوم الجمعة لأننا مسافرون فجاءه أحمدي كان صريحا مع حضرته فقال له عليه السلام فقال المسيح موعود سمعت أنك قلت اليوم لن نصلي الجمعة فقال حضرته نعم اليوم لن نصلي الجمعة وكان سيدنا الخليفة الأول رضي عنه قد سافر مع حضرته إلى جورتاسبور لكنه في ذلك اليوم كان قد عاد إلى قاديان لإنجاز عمل ما فخطر ببال هذا الأحمد أن حضرته ألغى الجمعة اليوم لأن حضرة المولوي نور الدين ليس هنا إذ كان عادة يؤم الجمعة هو فقال لحضرته يا سيدي فقال يا سيدي أنا أيضا أعرف كيف أؤم صلاة الجمعة فقال له المسيح الموعود السلام لا أنفي ذلك لكننا على سفر لذا سنصلي الظهر فقال لحضرته يا سيدي أنا أتقن إمامة صلاة الجمعة وقد صليتها بالناس مرارا فحين لاحظ حضرته الرغبة العارمة عنده ليؤم الجمعة قال إذا سنصلي اليوم الجمعة يقول المصلح موضع عن رأيت لقد رأيت المسيح الموضع والسلام يصلي الجمعة في السفر ويتركها أحيانا أيضا فحين أكون على سفر يوم الجمعة أؤدي السنة قبل الجمعة وينبغي أن تؤدى في رأيي وهذه هي الفتوى العامة لأنها تختلف عن السنة العادية قبل الظهر فهي إكرام الجمعة فحين تجمع العصر مع الجمعة يجب اداء ركعتي السنه التي تؤدى قبل الجمعه في حياه الانسان تاتي مناسبات الافراح على صعيد شخصي وعلى صعيد الجماعه والوطن ايضا وفي هذه المناسبات يكون اظهار الفرحه ايضا لكن البعض يقومون بالافراط والبعض بالتفريط في ذلك اي بعضهم ينفقون اموالا طائله للاحتفال بالافراح، وبعضهم يعدون اظهار الاحتفال بالفرحه ذنبا مطلقا استنادا الى الدين او غيره، بينما الاسلام ينفي كلا الامرين. ولقد وجهنا سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام بحسب تعاليم الاسلام الى اتخاذ الاعتدال في الشؤون الدينيه والماديه ايضا في كل امر مهما كان صغيرا وبسيطا. لقد ذكرت الصلاة آنفا والآن أتناول لقد ذكرت الصلاة آنفا والآن أتناول بيان كيف وجهنا حضرته فيما يخص فيما يخص إظهار الفرحة بمناسبات مادية في هذا المجال أقدم لكم ما ذكره لنا المصلح المعود رضي الله عنه من عمل المسيح الموعود عليه السلام يقول حضرته انه ثابت من عمل المسيح الموعود عليه السلام انه قام باناره المباني احتفالا بالفرحه بمناسبه خاصه وهذه المناسبه كانت يبيل الملكه فيكتوريا حيث كانت الإنارة في قاديان بأمر من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فهو قد أمر بالإنارة مرتين من أجل الملكة فيكتوريا أو بمناسبة يبيل ال... ال... فهو قد أمر بالإنارة مرتين من أجل الملكة فيكتوريا أو بمناسبة يبيل الملك إدوارد وربما كان اليوبيليان كلاهما للملكة وإنما أتذكر جيدا أن الإنارة حصلت يقول المصلح معدرد عنه إن الأولاد يحبون مثل هذه الأمور لذا أتذكر جيدا أن القناديل أضيئت على حافة سطح المسجد المبارك فنفد الزيت فأرسل المسيح المولى صلى رجلا لإحضار مزيد من الزيت يقول حضرته قد اضيئت القناديل على سطح بيتنا وسطح المسجد والمدرسه ايضا وقد شهد على ذلك مير محمد اسحاق المحترم ايضا لذا لا تجوز معارضه الاناره بتاتا اذ يقول البعض ان الاناره ممنوعه ولا تجوز لكن ذلك ليس صحيحا يقول حضرته رضى الله عنه اعتقد ان سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لم يكن يقوم بأي تصرف معارض لنص القرآن بصفته حكما عدلا، والثابت من عمله أنه أمر بالإنارة، وهناك شهادات على ذلك، وهو وهو منشور في جريدة الحكم أيضا، لذا لا داعي لأي نقاش حول موضوع الإنارة، هل هي تجوز أم أو متى تجوز أو إنها من الإسراف وما إلى ذلك من الأمور. باختصار يقول حضرته: إن احتفال المسيح الموعود -صلى الله بالفرحة بهذا الأسلوب تكمن فيه حكمة، إذ لا يخلو أي عمل للمؤمن من حكمة، وخاصة إذا كانت الإنارة على نطاق واسع، وفُرضت على كل بيت فهي مكلفة جدًا، ومقابلها لا تبدو أي فائدة حقيقية للنفقات الباهظة المترتبة على إنارتها، لكنه إذا كانت المصالح الوطنية والسياسية تتطلب ذلك وكانت الحاجة إلى أضواء كثيرة فلا بأس فيها، كما وضح ذلك أمير صاحب من خلال سنة سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد ورد في الروايات أن حضرته هيأ الإنارة أكثر من اللازم في المسجد، ويقول إن المسجد مكان يحتاج إلى الإضاءة الكثيرة، لأن الناس فيه يقرؤون القرآن الكريم والكتب الدينية الأخرى. والكتب الدينية الأخرى، فحين هيأ سيدنا عمر رضي الله عنه الإنارة في المسجد فذلك لحكمة، كما نرى أن الإسلام أمر بالاحتفال بالأفراح بما ينفع البشرية أكثر فأكثر، فبمناسبة العيد مثلا تذبح القرابين ويجد الفقراء اللحم. كما بمناسبة عيد الفطر تقدم صدقة الفطر للفقراء فحيثما أمر الإسلام باحتفال الأفراح ركز على أن يكون الاحتفال بأسلوب يفيد الوطن والبشرية أكثر فأكثر لكن الإنارة لا تكمن فيها أي فائدة في الظاهر فحين قام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بالإنارة فإنما كانت لمصلحة سياسية كما كان حضرته يشتري لنا ألعابا نارية أيضا لكي نفرح نحن الاولاد، وكان يقول حضرته عليه السلام: ان باحراق الفوسفور تقتل الجراثيم، فليكن واضحا ان حضرته لم يكن يشتري الالعاب الناريه لافراح الاولاد فقط، بل لان هذه الالعاب تحتوي على الفوسفور الذي بحرقه يصبح الجو نقيا، لذا الذي بحرقه يصبح الجو نقيا. لذا قد اشترى لنا ألعاب نارية بأشكالها المختلفة مع أنها مضيعة أموال نوعا ما ولكن فيها فائدة أيضا مؤقتة وإن لم تكن كبيرة إذ إن الأولاد يفرحون قليلا ويؤدي إلى اجتناب خسارة ينتج عن كبت عواطف الأولاد الصغار لم يقل عليه السلام للجماعة كلها أن يستخدموا الألعاب النارية ولكن لو استخدمها الأطفال بين حين وآخر فلا ضرر فيها وإذا استخدموها بنية أنها ستنقي الجو، فيحقق المرء كلا الهدفين، أي يفرح الأولاد ويصبح الجو أيضاً نقياً. لو قام الأطفال لإحضار مزيد من الزيت بش... لو قام الأطفال بشيء من الترفيه فلا ضير في ذلك، فيجب ألا تكبت عواطفهم كلياً، وليبقى عند الأطفال شعور أن الإسلام لا يرفض طلباتهم المشروعة المتعلقة باللعب والترفيه عندما يكونون في هذا السن. خذوا الإنارة والألعاب النارية مثلاً فبواسطتها يشارك المرء مواطنيه في الأفراح على المستوى الوطني. ومن ناحية ثانية يظهر علاقته مع بلده وإذلك وإضافة إلى ذلك يترفه الأولاد قليلا إذا لا ضير في الاحتفال بمناسبة الفرحة بحسب مقتضى الأمر في حدود الاعتدال ولكن يجب أن يشرح للأولاد منذ صغرهم أن من واجبنا أن نعمل كل شيء من هذا القبيل بحسب تعليم الإسلام وبحسب مقتضى قانون الدولة لقد روى المصلح موضع عن حادثين في من طفولته فقال أتذكر دائما أنه حين كنت طفلا صغيرا سافر المسيح الموعد والسلام ذات مرة إلى مدينة ملتان ورافقته أنا أيضا في السفر وكنت عندئذ بالغ من العمر سبعة أو ثمانية أعوام وأذكر حادثين حدثا في أثناء هذا السفر علما أنني أذكر أحداثا منذ كان عمري عامين فقط بل ذات مرة بل ذات مرة ذكرني أحد الإخوة حادثا حدث في زمن كان عمري عاما واحدا فقط وتذكرته ولكنني أذكر أمرين يتعلقان بالسفر المذكور آنفا أولاهما أن المسيح المعطى والسلام أقام في لاهور في طريق عودته وكانت في تلك الأيام تعرض في لاهور صور مصنوعة من الشمع أي كانت الصور أو التماثيل تصنع من الشمع وتبين بواسطتها وقائع الملوك ومشاهد بلاطاتهم. فقال رحمه الشيخ رحمه الله صاحب محل انجلش وير الذي كان يعرف في تلك الايام ببومبي هاوس فقال للمسيح الموعظه السلام انه معرض علمي ويحتوي على معلومات تاريخيه كثيره فارجو ان تذهبوا لرؤيته. ولكنه عليه السلام رفض ذلك. ثم بدأ شيخ رحمه الله يلح علي أن أذهب لمشاهدة تلك التماثيل المصنوعة من الشمع، ولما كنت طفلاً صغيراً أصررت على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن يأخذني إلى هناك لرؤية التماثيل، فأخذني عليه السلام معه نظراً إلى إصراري، كانت وقائع ملوك مختلفين معروضة من خلال الصور، وقد صورت مشاهد موت بعضهم ومشاهد أمراض بعضهم. فقال ال فقال رضي الله عنه بانني اذكر هذا الحادث لقد وافق المسيح الموعود عليه السلام على اخذ المصلح موعود معه لسبب وحيد فقط ان كثير من الناس قد مدحوا العرض قد مدحوا المعرضة وقالوا بانه معرض علمي وتاريخي ولا ضير في رؤيته ولم يذهب عليه السلام نظرا الى اصرار الطفل فقط ولو علم انه شيء يعارض تعاليم الاسلام لما ذهب لرؤيته مهما اصر الطفل. اذا فقد ذهب بالطفل لرؤيته لانه كان معرضا علميا. يقول المصلح محمود رضي الله عنه ان الحادث الثاني الذي اذكره هو ان احدا استضاف المسيح الموعود عليه الصلاه في لاهور فذهب حضرته للاشتراك في المأدبه. غير أن انطباعي هو أنها لم تكن مأدبة بل كان السيد مفتي محمد صادق أو أحد أولاده مريضا فذهب المسيح الموعود عليه السلام بعيادته على أي حال كان المسيح الموعود عليه السلام عائدا من داخل المدينة إذ رأيت قرب المسجد الذهبي ازدحاما من الناس وكانوا يكيلون الشتائم وكان شخص واقفا في وسطهم ولعله كان أحد المشايخ وكان يتحدى في وقت غير مناسب كما هي عادة المشايخ عندما مرت من هنالك العربه تقل المسيح المعوض والسلام خطر ببالي نظرا الى الازدحام كان الناس مجتمعون في حفل شعبي فاخرجت راسي من العربه لارى المشهد ولم انسى الى اليوم انني رايت في الازدحام شخصا مقطوع اليد وكانت يده مضمضه بضمادات الكركم فكان هذا الشخص يضرب يده المقطوعه على يده الاخرى بحماس شديد ويقول لقد هرب الميرزا لقد لقد هرب الميرزا، لقد هرب الميرزا. لقد سبق أن سردت هذا الحادث في سياق آخر أيضا ولكن انظروا في هذا السياق أن الشخص كان جريحا وعلى يده الضمادات ولكنه يزعم في حماس العداوة أنه سيقضي على الأحمدية بيده الجريحة أو سيدفنها والعياذ بالله. انظروا ما أخطر هذه العداوة التي تكنها قلوب بعض الناس وكيف بذلوا قصارى جهودهم ألا يأتي الناس إلى قاديان فلا ينضم إلى الأحمدية. هناك كثير من الناس الذين ذهبوا من ز... في زمن المسيح سلام إلى مدينة بطالة قاصدين المجيء إلى قاديان ولكن المولوي محمد حسين صرفهم يقول المصلح الله عنه لقد سمعت أن المولوي عبد الماجد البهاج البوري حرم من الانضمام إلى الجماعة الأحمدية في البداية لأنه كلما جاء إلى بطالة أغواه المولوي محمد حسين وصرفه هذا كان شغل المولوي محمد حسين بطالوي الشاغل كل يوم فكان يذهب إلى محطة القطار كل يوم وكان يقول الذين كانوا ينزلون على المحطة للذهاب إلى قاديان ماذا ستجنون من الذهاب إلى هناك بل سيفسد إيمانكم وكان بعض الناس يرجعون حاسبين إياه عالما وظنين أنه إذا كان الملوي محمد حسين يقول ذلك فلا بد أن يكون فلا بد أن يكون كلامه صادقا فكان من معارضة المشايخ أنهم أثاروا عامة الناس لدرجة أن ذلك الشخص مقطوع اليد أيضا كان يهتف في المعارضة. كل هذه العداوة للمسيح الموعود التي قام بها المشايخ كانت ناتجة عن جهلهم ولتحقيق أهدافهم الشخصية. فكانوا يريدون إحقاق اهدافهم الشخصيه او تحقيق اهدافهم الشخصيه باثاره الناس باسم الدين مع ان الامر الذي جعله المشايخ مدعاه لمعارضه المسيح الموعود ولا يزالون يفعلون ويثيرون الناس فقد جاء المسيح الموعود عليه السلام لترسيخ الامر نفسه اي لتوضيح تعليم الاسلام الحقيقي وإقامة مقام ختم النبوة الحق ان المسيح الموعود عليه السلام كان محبا صادقا وخادما صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هدفه الوحيد ان يوضح للناس انه لا نجاة للعالم الان الا بواسطه هذا هذا النبي الاخير خاتم الانبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن من شقاوه هؤلاء المشايخ المزعومين انهم بدلا من الارتباط بهذا المحب الصادق للنبي وقبول ما يقوله فانهم يتهمونه بانه ينكر ختم النبوه والعياذ بالله أو يحسب نفسه أعلى مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لا علاقة لعمل المسيح الموعود عليه السلام، ولا لتعليمه بهذه الأشياء، لا من قريب ولا من بعيد. لقد تحدى عليه السلام أصحاب جميع الأديان أن النجاة الآن تكمن في الإيمان بالإسلام وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط على على أي حال لقد ظل هؤلاء المشايخ يبذلون جهودهم ومن ناحية أخرى ظلت الجماعة تتقدم إنهم لا يزالون ولن يزالوا يسعون ولكن من قدر الله أن جماعة هذا الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم سوف تنمو وتتقدم فهي لا تزال تتقدم وستظل تتقدم بإذن الله ندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نحدث في أنفسنا تغيرا كان المسيح الموعود يتوقعه منا ولنكون مثالا حقيقيا للمسلمين الصادقين وأن ننشئ في أنفسنا نورا ونملأ قلوبنا بالتقوى اليوم أيضا سأصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب على على المرحومة أمة الحفيظ الرحمن زوجة الدكتور عطاء الرحمن أمير الجماعة الأسبق في محافظة سايوال في باكستان وقد توفيت في الخامس عشر من أبريل 2016 إنا لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة زوجة ابن السيد ميان عظيم الله صحابي المسيح الموعود عليه السلام وحفيده صحابي آخر اسمه السيد حسين بخش رضي الله عنه كان والدها السيد ملك محمد خرشيد سكرتير للجنة البناء في ربوة في أوائل الأيام لقد خدمت المرحومة رئيسا للجنة ماء الله في مدينة ساهوال إلى فترة طويلة كانت تحلت بصفة التوكل على الله وكثرة العبادة والدعاء من ضيافة وتراعي الفقراء سباقة في التضحيات المالية كانت مخلصة جدا للخلافة وكانت سيدة صابرة وشاكرة في أيام قضية أسر الجماعة في مدينة ساهوال كان كثير من الناس يأتون لملاقاة زوجها الذي كان أمير الجماعة حينذاك فكانت المرحومة تقوم بضيافتهم على أحسن وجه لقد وفق زوجها الدكتور عطاء الرحمن لخدمة الجماعة إلى عاما تقريبا وأعانته المرحومة على خير ما يرام كانت تهتم كثيرا بالضيوف القادمين كانت تهتم كثيرا بالضيوف القادمين من مركز الجماعة وقد ربت أولادها كلهم على هذا الأساس فكلهم مخلصون وعلى صلمتنا مع الخلافة كانت المرحومه موصيه بفضل الله تعالى وموصيه وتركت وراها خمسه ابناء وثلاث بنات ندعو الله تعالى ان يوفق اولادها للاستمرار في الحسنات ويجعل اجيالها القادمه اعضاء مفيدين في الجماعه. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر